لطالما تميزت سوريا بأبنائها المعطائين بمختلف الأصعدة من رجال ونساء، لنجد المرأة السورية عنصر فعال في أغلب المهن والمراكز الاجتماعية. 16 عاماً من العمل والعطاء قدمتها سامية قاسم بخبراتها بمجال صيانة وتصليح التلفاز في مدينة سلمية، العمل الذي أتقنته وأحبته وأصبح مصدراً للقمة عيش أسرتها. أي شغل فيه متعة دائماً، هذا الشغل أنا كتير بحبه، يعني بصراحة من أنا وصغيرة بمارسه، هلأ صار لي تقريباً 18-19 سنة. يعني أنه تلفزيون أحياناً بيجينا واقف عن العمل مثل ما قلت، أو شاشة أو كذا، ممكن يكون الزبون يأسان إنه ما بيشتغل، إنه مكسور، إنه كذا. الحمد لله بنحاول، أحياناً أجهزة بتاخذ أيام، أحياناً مجرد ممكن نص ساعة ربع ساعة، حسب الكهرباء، حسب العطل، حسب الشغل. دائما يعني هي مهنة صعبة، ما أنا سهلة أكيد، يعني يوميا عندك عطل، يوميا عندك اكتشاف جديد. يعني علم إلكترون مثل ما بيقولوا علم واسع جدا وكبير يعني وضخم، مثل ما قلت لك يوميا في أعطال، في كذا، أحيانا بتستعصي، أحيانا لا، ممكن تتوفر إنه القطع موجودة، أي ممكن تتيسر معنا مباشرة يعني هذه الأعطال. هواية بس صعبة بقول لك شوي، يعني بالنسبة لما قلت لي لا عادي تأقلمت عليها وتعودت عليها، يعني مثل أي مهنة تانية، يعني عم مارسها الدكتورة أو ممرضة، المرأة مثل أي رجل ممكن تمارس أي مهنة طبعا، مثل الحلاقة، مثل أي شغلة، مثل الميكانيك، مثل أمور تانية. يعني أنا الحمد لله أثبتت لكتير مصلحين طبعا موجودين هلأتين إني فيني صلح أي تلفزيون، أي شاشة، أي عطل، حتى بيسألوني أحيانا، والحمد لله ما عندي أي مشكل، بالعكس بحب ساعد الجميع يعني، وبالشكر كل من ساعدني طبعا وقف جنبي يعني بالشركه، سواء او هون او زوجي او عيلتي او بيت حمايه، يعني كلهم شجعوني بالعكس انه انت عندك هوايه، عندك رغبه، كثير رائع هذا الشيء وطموح، يعني هذا اهم شيء. يعني جيت على المركز من شي 6 سنين، اشتغلت مع المدام ساميه، كثير عجبتني المصلحه، و يعني انا مالي مو باختصاصي ابدا، بس مع المدام ساميه هون كتير شيء حلو انك تشتغل بالتلفزيون، قطعة عاطلة احيانا بتجي قطعة ابدا ولا نهائيا، يعني ممكن خالصة، وبنرجع وبنحاول وبنتعذب فيها، ولما بتشتغل كتير بنكون مبسوطين انا وهي هون بالمركز وبشغل المركز، ومجال الالكترونيات كمان يعني حلو كتير. اي انسانة قادرة تشتغل سواء بالالكترونيات، سواء حتى بالمطبخ، حتى باي شغلة، فكتير الشغل حلو، وحتى الإلكترونيات شغلة كمان كتير حلو. بهمة عالية تتابع هذه المرأة عملها ليكون للمرأة دورها في تعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وتقف مساندة لعائلتها ومجتمعها بكل عطاء وحب.